نعود مرة أخرى للمؤتمر الذي عقد النهاردة، ومعي على الهاتف زميلنا عماد حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. عماد، يعني تابعت معنا هذا المؤتمر، خليني أبدأ برأيك عن أن المؤتمر لم يفضي إلى بيان، ولكن الحقيقة أنه لا يمكن حل قضية بقى 75 سنة في مؤتمر واحد. كانت هذه محاولة مصرية لوضع العالم أمام مسؤولياته. هل معانا؟ طيب، حتى يعود لنا بيان، حتى يعود لنا زميلنا عماد حسين النهارده المؤتمر زي ما قلت لكم. طب رجع لنا عماد تاني. عماد، ما اعرفش سمعت سؤالي ولا لا، لماذا لم يفضي المؤتمر الى بيان؟ هل كان هناك خلاف واضح بين المجتمعين؟ هل كان هناك خلاف؟ نعم، مساء الخير لميس عليكم وعلى كل الساده المشاهدين. بطبيعه الحال اي مؤتمر دولي مثل هذا المؤتمر المهم الذي عقد اليوم كان يفترض صدور بيان يعبر عن القناعات او الخطوط العريضه للمجتمعين. لم يصدر هذا البيان حتى هذه اللحظه لانه بطبيعه الحال كان هناك خلاف شديد جدا بين الرؤى المختلفه. هناك موقف تقوده مصر وتؤيده غالبيه الدول العربيه يتحدث عن اساسيات بسيطه يفترض انها بديهيات من قبيل إدانة استهداف المدنيين، من قبيل إدخال المساعدات، حل الدولتين، وقف استهداف المدنيين، وقف استهداف المستشفيات، ووجهة نظر أخرى لمست في كلام غالبية الدول الأوروبية كانت تبدأ بعبارة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ويصمتون بعد ذلك ويتحدثون عن كلمات في الصالح. حق الدفاع عن إسرائيل في الدفاع عن النفس يعني الموافقة على هذا العدوان الإسرائيلي البربري الهمجي غير المسموح. وبالتالي الاوروبيون اصروا وتهربوا من كل، كما فهمت من بعض المصادر، لم يقبلوا حتى صيغه الحلول الوسط التي تسمح بالتهدئه وادخال المعونات بطريقه منتظمه. تحدثوا عن نعم رغبتهم في وقف استهداف المدنيين وادخال المساعدات، لكنهم لم يتحدثوا عن الوسيله التي تجبر اسرائيل على ذلك. وبالتالي كان صدور البيان المصري المحترم والمهم، صدور بيان رئاسة الجمهورية الذي وضع الأمور في نصابها وكشف زيف كل هؤلاء الذين يتحدثون ويصدعون أدمغتنا ليل نهار عن حقوق الإنسان والإنسانية. واليوم وخلال الأسبوعين الماضيين اكتشفنا المفهوم الأوروبي الغربي الأمريكي الحقيقي لفكرة حقوق الإنسان، وأنها لا تعني إلا حقوق الإنسان الغربي والإسرائيلي. عماد، هل توقيت هذا الاجتماع أهميته؟ أولا البعض يقول أنه جاء مبكرا، لكن ربما تكون أهميته في أنه يستبق احتمالات دخول بري إسرائيلي. قال عنه الرئيس بايدن أنه قد يكون خطأ، ولكن الدخول البري الإسرائيلي قد يؤدي لمزيد من الجرائم الإسرائيلية ومزيد من حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل. هل توقيت البيان قبل هذا الدخول البري يضع هذا العالم أمام أو من حضروا في هذا البيان أن هم يبصوا لنا كده ويضعهم أمام مسؤولياتهم الإنسانية؟ إحنا بنقول لكم إن هذا شعب محاصر، وهذا شعب تحت احتلال، وهذا شعب تحت قصف يومي. فإذا جاءت أيضا يعني تكون هذه المواقف كاشفة؟ نعم لميس، أنا أظن أن البيان كان مهما في توقيته، بالعكس في توقيته المثالي. المؤتمر كان مبكرا ويدل على قدرة مصر الدبلوماسية على جمع كل هذا العدد من الدول المهمة. الكلمات التي قيلت معظمها كان على مستوى المسؤولية، خصوصا من مصر والأردن وكلمة الأمين العام للأمم المتحدة أيضا. والبيان المصري انا اظن يعني قبل البيان كانت كلمه مصر تبعث برسائل محدده وواضحه. مصر، ظني الشخصي ان هذه اقوى واهم بيان وكلمه مصريه قيلت في حق القضيه الفلسطينيه طوال السنوات الماضيه، وقالت يعني ثبت الاسماء بمسمياتها وكانت واضحه ووصلت اظن لكل من يهمه الامر. وبالتالي مصر تقول اليوم للاسرائيليين نحن لن نسمح لكم أن تصفوا القضية الفلسطينية، لن نسمح لكم بالتهجير، لن نوافق على حصار الشعب الفلسطيني وقتله تجويعا. وغالبية الكلمات العربية كانت قريبة من هذا المعنى. وبالتالي أنا أظن أنه الرسالة اللي هتصل لإسرائيل أنه بمقدار التوقف في الدم الفلسطيني سيكون هناك خطوات، ربما يعني هذا تخمين وليس معلومات، أنه يبقى في خطوات عربية حقيقية تجعل الإسرائيليين يفيقون من هذا الوهم
وعلينا انه كلمه الرئيس السيسي النهارده كان على الذين ينبذون السياسه التي تنبذ الاوهام فيما يتعلق بالقدره على محو شعب. دي كلمات مهمه قيلت، يعني تحيه لمن صاغ هذه الكلمات اليوم بصوره معبره وواضحه وقويه ووصلت في الصميم الى من يهم هناك. ما الذي سيحدث في المستقبل؟ هذا هناك اكثر من وجهه نظر كما تعرفين. بالامس كان هناك تقرير في غايه السوء للتلفزيون قناه 7 في التلفزيون السعودي تتكلم على غزه وكانه دي مستعمره من يعني الحيوانات، ان احنا هندخل ونغير الناس ونشد دول ونحط دول ونجيب اداره دوليه. كلام بيتكلم فيه نفهم كلام نتنياهو لما قال ان احنا عايزين نغير المنطقه وهتشوفوا غزه دي هتتذكروا بعد 50 سنه كانت ايه. لابد من الموقف المصري يسند عربيا بطريقه حقيقيه حتى يستطيع ان يتصدى لهذا الامر، لان الموضوع لم يعد يتعلق بغزه ولا بالمقاومه، الموضوع يتعلق بكل فلسطين بالمنطقه العربيه باكملها، لا يفرق بين معتدل ومتطرف او بين متشدد وحمائم وصقور كما كنا نعتقد في الماضي. 7 من اكتوبر كشف لنا حقيقه الوجه الاسرائيلي الاكثر بشعه. أنا أظن أيضا أنه الحديث عن رفض التهجير كان واضحا في كلمات كثيرة، ليس فقط في كلمة الرئيس سيسي، كان واضح في كلمة الرئيس سيسي، كان واضح في كلمة أبو مازن، كان واضح في كلمة الملك عبد الله عال الأردني، كان واضح في كلمة العراق والمغرب. يعني أقصد أنه هذا يعني كانت هناك كلمات كده واطروحات تراود البعض، تراود الاوروبيين وتراود البعض الاخر، يا جماعه يلا نساعد مصر. يعني انا قراتها يلا نساعد مصر عشان مصر احتمال تاخد الفلسطينيين، مصر محتاجه مساعده، يا جماعه يلا نروح نساعد الاردن عشان ما اعرفش عندها ايه. فمن الواضح ان كانت هناك اطروحات موجوده في الاروقه السياسيه تتحدث عن التهجير، واظن ان هذا الاجتماع كان حاسما قاطعا في قصه التهجير. هذه نقطه نعم. شديده الاهميه في الفتره القادمه ان شاء الله. شكرا زميلنا عماد حسين رئيس تحرير جريده الشروق.